تحياتي ليك يا فيروز، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا في هذه اللحظات النادي الأهلي بيقوم بتدريبات أكيد استعدادية للمرحلة المقبلة والمباراة المقبلة المهمة جدا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، واللي لسه ما تحددش طرفها. طبعا هيكون يا إما فريق النجم الساحلي التونسي أو أهلي طرابلس الليبي، وفي كل الأحوال هي هتقام هنا بتونس. بالتالي النادي الأهلي بيستعد لهذه المباراة. خلينا نتكلم على التمرين شوية. يمكن النهاردة بيتمرن اللاعبين اللي ما شاركوش في المباراة بشكل أساسي، وأيضا اللاعبين اللي شاركوا في أجزاء بسيطة من المباراة، يعني حوالي 13 لعيب بالظبط بيتمرنوا النهاردة. في المقابل بقيت لاعبي النادي الأهلي واخدين طبعا راحة اليوم كامل، بالتالي هم بيستعدوا من خلال التدريبات النهاردة للمرحلة المهمة المقبلة. خليني أقول إن في تركيز كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي. إن شاء الله خلاص النادي الأهلي فاز على فريق الترجي بالأمس ووصل لدور نصف النهائي، لكن التركيز الأكبر في المرحلة المقبلة، خصوصا إن إحنا فزنا في مباراة ما فزناش بالبطولة، وده الكلام اللي ما بين لاعبي النادي الأهلي بالتحديد من النهاردة. امبارح كانت فرحة كبيرة أكيد وفرحة عارمة في البعثة كلها بعد الفوز على فريق الترجي، لكن الأهم هو القادم، وده اللي مركز عليه لاعبي النادي الأهلي بشكل كبير. خليني أقول لك أيضا إن الفريق طبعا كواليس الفريق في الأوتيل، يمكن النهاردة طبعا هم قاموا بالتدريبات النهاردة علشان يستعدوا لهذه المباراة. كلام الكابتن حسام البدري، كلام الجهاز الفني مع اللاعبين، ان احنا لازم نركز في المرحلة الجاية والمباراة المقبلة. طبعا كابتن حسام البدري وكابتن احمد ايوب هيروحوا يتفرجوا على المباراة النهاردة، مباراة النجم الساحلي التونسي وايضا فريق اهلي طرابلس، عشان يقفوا على مستوى الفريق اللي هيفوز واللي هيواجه النادي الاهلي، ويقفوا على طبعا المميزات الخاصة بهذا الفريق والسلبيات اللي عند هذا الفريق اللي ممكن النادي الاهلي يركز عليها خلال هذه المباراة. ايضا النادي الاهلي مركز ان هو من خلال مباراه يوم السبت ان شاء الله الجاي ان هو يحاول يفوز بنتيجه مريحه عشان مباراه العوده، يقدر من خلالها ان الدنيا تبقى سهله شويه، ويحاول ان هو يتاهل للدور النهائي، عشان البطوله مهمه اكيد لكل جماهير النادي الاهلي. لكن لو هنتكلم عن بعض اللاعبين بالتحديد، سعد سمير مدافع النادي الاهلي يمكن النهارده لسه بيقوم ببعض التدريبات التاهيليه، لسه سعد سمير ما شفيش تماما من طبعا الاصابه اللي لحقت به في العضله الضمه، اجهاد بالتحديد في العضله الضمه. كابتن حسام البدري يفضل بالامس ان هو ما يبتديش بيه او ما يجازفش بيه عشان الاصابه ما تتفاقمش. بالتالي سعد سمير بيقوم بعض التدريبات التاهيليه عشان يكون جاهز ان شاء الله لمباراه يوم السبت القادم. لسه ما تحددش خلال قد ايه هيشارك في التدريبات الجماعيه، لكن ان شاء الله جميع لاعبي النادي الاهلي جاهزين للمباراه المقبله، واكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المرحله والفوز ان شاء الله في المباراه المقبله هنا في تونس، ومن ثم إن شاء الله مواصلة المشوار الأفريقي والتأهل للنهائي الأفريقي والمنافسة بقوة على هذه البطولة، طبعا إرجاحها لدولاب بطولات النادي الأهلي. عودة لك يا فيروز. أمير هشام مراسل قناة